زمنها جاية جاية بعد شوية، جايبة لعب وحاجات، جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول وك وك وك. عارف الواد اللي اسمه آدم جد دكتور وعمل له ايه؟ لقى رجليه كانوا زي الفتلة، بص شوية جواني راح مديله حقنة كبيرة. عارف اداله الحقنة دي ليه؟ ما بيشربش اللبن الصبح وكل اصحابه ضحكوا عليه، وهو من يومها شرب وبيكبر واتربى له عضل في ايديه. ماما زمنها جاية جاية بعد شوية، جايبة لعب وحاجات، جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول وك وك وك. وسعاد قبلة زعلت منها خالص خالص من شهرين، ما بتحفظش الدرس وتكذب وكمان ضاع منها كتابين، وبتتشقى جوا الفصل وكان ترتيبها العشرين. لما ذكرت وبقت حلوة قبل خدتها مع الشاطرين، جت شهادتها آخر مرة وكانت الأولى من 30. ماما زمنها جاية جاية بعد شوية، جايبة لعب وحاجات، جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول وك وك وك.